Salve Show! ليه عيد هيك ما عم بتلطشني؟ لك سكيني بعمي تخيني بتعتيري انا يا عمي شوفي شو قصتك ليه ما عم بتتزينخي علي شو عادة ما بدأ؟ ما إلي نفس ما شايفة شو عم بصير بالمنطقة؟ ما شايفة الوضع بسوريا شو عم بصير؟ هي مبلا بس انت من ايمتى بتهتم بهول الامور؟ شو انا ماني انسان؟ ماني بشري انا مثل البشر؟ عادي يا عمي عادي خلصينا عادي جيب كرسي وعادي ارجوك يا مويلي شو هالحال التايس يا عم شو قصتك؟ بلشت تشغل لي بالي يا عمي لطشني قول شي ليك شو لبست لك حلو عادة لايك دالي شفتي كاري امبارح؟ شو؟ كاري شفتي امبارح ولا ما شفتي لا كاري؟ ليك ما تبلش لك كاري كتير كبير كاري بامريكا انت واحد بس خد انا اكبر شي بامريكا هلا كاري كل الناس عم بتجيب سيرة كاري بامريكا هلا كان لازم انت تكون بسأل ولك كاري كاري وزير خارجية امريكا جون كاري هيدا خارب العالم كله هيدا ساعت البدو بفوت كاري بسوريا ساعت البدو ما بفوت يا ويلي تعريف الله يسترنا من حرب عالمية تالتة ايه مع كاري بدي يصير في حرب عالمية تالتة تعرف ليه لانه في حدا داعي محترمي مين؟ ايرو بس ولا ايرو كتير كبير بفرنسا انت ما شايف ايرو ولا مرة؟ بسولة بلا مرة شعرت عينه رئيس وزراء فرنسا عينه يا عمي لو بتشوفيه هديك نهار كان واقف على التلفزيون ولا مرة شفتيه هيك واقف مشنس وشادد عينه رحيب بيس رئيس وزراء فرنسا بتقولي لي ليش معصب طب اذا الامريكان والفرنساوي اتفقوا يخوضوا الحرب بدك ياني يكون مبسوط لا ولا معك حق لو بتشوفي هديك ما كمان طلعت ونزلت اجا مين وزير خارجية ايران استبع بمين بمين بزبار دخلت انت دولي انت مع اي محور يعني بالسياسة انا مع ولا محور انا مش مع حدا منهم ما بصير بس قولي لي انت مين بتحبي يعني انت بتروحي صوب كاري وايرون ولا صوب زبار العراقي على رأيي انا هيدا زباري انعم واحد فيهم وانت وياه بتتفقوا كتير وبتقدر تحط ايدك معه وكتير بتتفهمي معه لزباري انت واحد وطي وبلا اخلي انا حسمت خيارتي مع روسية انا خلاص بيقولوا خياراتي خيارات عندي خيارات انا ما عندي غير خيارة واحدة وانجا انت مع روسية يا يموت بروسية انا ولا كاس روسية وكاسك انت بتحب روسية لو كيف يجي لك لك يا داش خلص خلص تكرم عينك ميت ليز بدي اعزمك انينه فودكا روسيه غير شكل يا ويلي انت